Welcome to Llanfair Pwll Gwyngill Go Ger y Chwyrn Drobwll Llanti Silio Go Go Goch. كم هو اسم صعب. هنا المدينة ذات أطول اسم في أوروبا. واحد، اثنان، ثلاثة، اسم واحد وحروف كثيرة مرصوصة. 56، 57، 58 حرفاً. كنت أظن أن هذا الاسم مجرد حروف مرصوصة عشوائيا، لكن الأمر ليس كذلك، فالاسم له معنى وهناك سبب لهذه التسمية، وهو ما سوف أكتشفه اليوم. ولكن هل سأتمكن من نطقه؟ لان فاير بوش كوينجيش كو كير خويرن دروبو لان تيسيليو كو كو كو. هذا صعب. سأتبع السيد آلون مومري، لقد كان في الماضي أحد أعضاء المجلس المحلي لهذه المدينة وهو يعيش فيها منذ طفولته. لزيارة المدينة أتيت إلى ويلز في غرب بريطانيا، وتحديدا في جزيرة أنجلزي شمال غرب البلاد، حيث توجد مدينة، يا إلهي الاسم طويل جدا، لذا سأكتفي بالاختصار الرسمي. يعيش هنا قرابة 3000 شخص فقط وبعض الخراف، ولأنني مهتم بالاسم المثير للمنطقة يقودني السيد آلون إلى هذه الكنيسة. هذه كنيسة العذراء، واسم مدينتنا يبدأ باسم هذه الكنيسة لاين. لاين تعني كنيسة وفاير تعني مريم، هذا إذن اسم الكنيسة. لان فاير بوش كوينجيل كو كير اخويرن دروبو لان تيسيليو كو كو كوخ. وماذا يعني الاسم؟ كنيسة مريم العذراء الكائنة في غور أشجار البندق الأبيض بالقرب من الشلال الوعر، وكنيسة القديس تيزيليو القريبة من الكهوف الحمراء. تركيبة الاسم ككل تعطي صورة عن القرية بأكملها. معظم الناس هنا يتحدثون لغة ويلز، وهي إلى جانب الإنجليزية اللغة الرسمية الثانية، لكن إلى أين أذهب لأتعلم النطق من سكان المدينة؟ بالطبع إلى الحانة. ظننت أن كأسا من البيرة يساعد على فك عقدة لساني، وهل حصل؟ ليس بعد، سيأتي بالتدريب. يوجد مشروب جين يحمل اسم المنطقة. ربما تنجح في نطقه بعد أول كأس. لكن السبب في طول الاسم سيوضحه لي السيد آلون. الاسم ابتكره خياط في عام 1969. كان هدفه اجتذاب الزوار إلى المدينة والجزيرة، وبالفعل نحن نستفيد اليوم من ذلك بعد مرور 150 عاماً. إذا ما نظرنا إلى أعداد الناس التي تأتي إلى هنا خصيصا بسبب غرابة الاسم، إنها إذن حيلة تسويقية تلفت الانتباه إلى المنطقة وإلى اللغة أيضا. الناس هنا، أو على الأقل أهل ويلز، شعب لديه فخر واعتزاز. نفخر ببلادنا وإرثنا ولغتنا، ونريد أن يتحدث بها في المستقبل أيضا. ماذا عسي أن أقول؟ قرية صغيرة واسم طويل وأناس في غاية اللطف والمودة، وبالتأكيد لن أنسى هذه الزيارة، خاصة لأنني ما زلت أحاول نطق اسمها بشكل صحيح.